خش بقى في أسئلة سريعة. الكرة الطايرة في بدايتها كانت بتتلعب من غير شبكة. الكرة الطايرة في بدايتها كانت بتتلعب بكرة سلة. الكرة الطايرة في بدايتها كانت بتتلعب بـ8 لعيبة في الفريق الواحد. 8 لعيبة في فريق. كرة سلة. كرة سلة. الكرة الطايرة في بدايتها كان اسمها كرة السرعة، كان اسمها كرة الصالات، كان اسمها مينتونيتي. كرة السرعة مثلا؟ مينتونيتي. مينتونيتي. حسيت والله اسمها غريب جدا. طيب لاعب الطايرة بينط في الماتش بمعدل 300 مرة، 400 مرة، 500 مرة. 300 400 300. انا بجد كسحاني. طيب الراجل اللي اخترع الفولي بول اصلا اسمه ويليام مورغان. هل اخترعها عشان كان عايز رياضه مناسبه للاطوال، ولا اخترعها عشان كان عايز رياضه ما فيهاش جري كتير، ولا اخترعها عشان كان عايز رياضه تتلعب في صاله مغلقه للاطوال؟ تهيألي يعني للاطوال. لا، عشان ما فيهاش جري كتير. ما كنت هقولها. 3 معلومات برضو. الطفل المصري معدل ذكائه اعلى معدل في العالم. الطفل تحت 3 سنين بينام بمعدل 18 ساعة. الطفل نموه بيبقى اسرع في الربيع. الطفل المصري اذكى طفل في العالم. حاسها قوي. ده من اني ناحية؟ يا بنتي ده طلعت حاجات كتير قوي على الانترنت بتقول كده. ايه تاني حاجة؟ طفل تحت 3 سنين بينام. أيوة. بمعدل 18 ساعة في يوم. ايوه بينام بمعدل 18 ساعة. دي برضه غلط. ساعة واحدة صح؟ لا طبعا غلط. بجد؟ ده اكيد غلط، ده موضوع مثبت يعني. مش بيطول في الربيع دي صح يعني. نموهم بيبقى اكبر. بجد والله؟ استنشاق التفاح الاخضر بيساعد على خسارة الوزن. اكبر تفاحة في العالم بحجم كرة طايرة. الانسان ما يقدرش ياكل اكتر من 5 تفاحات ورا بعض. انت قلت ايه اول واحدة؟ ان هو بيساعد على خسارة الوزن. شم التفاح. تاني واحدة دي اكتر واحدة دي ولا الفولي بول؟ الفولي بول. لا هي دي. هي دي ان هو شم التفاح. انا ما قلتش ولا حاجة صح لحد ما انت ولا واحدة صح. ابتدى ينزل. المكسيك اخطر دولة في العالم فيها اهرامات. السودان اخطر دولة في العالم فيها اهرامات. مصر اخطر دولة في العالم فيها اهرامات. مصر. غلط. السودان. السودان فيها 220 هرم. لا ما انت جاوبتي غلط. لا ما انا خلاص تحسب السودان. فهو انا مركز. هي تالي الاهرامات دي من عجائب دنيا السبع ان هي كبيره قوي، بس اهرامات عاديه بقى في بلاد تانية على مدار على طول الخط النيل كله. هي الكور في اللعبه دي ان هو اكتر حاجه مستبعده هي هتبقى الاجابه. هي اللي هتبقى صح. توعوش في الفخ. ايوه. اللغه الصينيه فيها 450 حرف صيني. اوكي. اسبانيا دوله اسبانيا فيها 6 لغات رسميه. امريكا فيها 300 لغه الناس بيتكلموها. تهيالي اسبانيا دي 6 لغات. اللغه الصينيه فيها 450. لا غلط وغلط. امريكا بيتكلموا فيها اكتر من 300 لغه. فعلا امريكا ام الدنيا بعد مصر. ام الدنيا بعد مصر. اسبانيا اللغات الرسميه اسباني، باسكي، جاليسي، كاتالونيا. 4 مش 6. في شيكاغو تم اختراع نظاره الشمس. في شيكاغو اتعمل اول عملية زراعة شعر في العالم. في شيكاغو تم اختراع البراوني. براوني. 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 اول براوني اتعمل كان في شيكاغو. كتير قوي.